بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريالز 101 ان اي سي بي ويب فورمز. هنتكلم دلوقتي على كنترول اد روتيتور، وهو كنترول بيستخدم في عرض الاعلانات على الصفحة بتاعتك، بس الفكرة بتاعه ان هو بيستنى فتح الاعلان او عمل ريفرش علشان يعمل راندمايز، وبيرتبط يا اما بقاعدة البيانات يا اما بملف اكس ام ال. يمكن هو ما بقاش فعال دلوقتي لان في امكانيات افضل واحسن بالجي كويري، وامكانيات كمان الاجكس لو هشتغل اي اس بي دوت نت ويب فورمز، وطبعا جي كويري لو انا هشتغل على اي اس بي ام بي سي. طيب تعال نشوف الكنترول بتاعنا اد روتيتور. هبدا افتح فيجوال ستوديو وهختار نيو بروجكت. اد روتيتور ديمو، هبدأ هنا اضيف ويب فورم اسميها هوم، تعال هنا نضيف اول حاجة الاد روتيتور. تمام، طبعا هو هنا بيطلب داتا سورس بتاعه هتكون ايه، وطبعا لما بضغط على كلمة نيو داتا سورس هبدأ احدد انا هشتغل معاه ازاي. الاول تعال نضيف بيج او اسف فولدر ونسميه ايمج علشان نبدأ نضيف جواه مجموعة الصور بتاعنا. تعال هنا افتح السوليوشن بتاعي او الاكسبلورز، هجيب مجموعة صور من الصور هنا. طيب مجموعة صور وليكن مثلا شوية الصور دول كوبي، انا مش هستخدمهم كلهم بس الاستخدام فقط مش اكتر. تعال هنا نقول له بيست، فانا بقى عندي مجموعة الصور دول. زي ما اتفقنا المفروض ان الادوتيت بيشتغل من خلال اكس ام ال فايل، فانا محتاج اضيف اكس ام ال فايل ويتكتب بلغة الاكس ام ال. تعالى كده نعمل add new item، وهاجي اختار من تحت XML file، نفتح C sharp ونكتب او نسيرش عليه تاني XML file، ده text file XML file اهو ظهر معايا XML file، هسميه مثلا XML file ماشي XML file 1، وهاجي هنا اقول له اد، بدأ يفتح لي التاج بتاع ال XML file، وكده هو مستني مني اني اكتب له تاج ال XML file بتاع ال AdRotate. بيبدأ عندي دايما من add by measurement ده الستارت تاج بتاعي، ادفايتايزمنت تمام. بعد كده ببدأ اضيف حاجة اسمها الاد اللي هو الاعلان. طبعا لو عندي اعلانين، طبعا دي لغة اكس ام ال يا شباب، فلازم تتكتب بالشكل ده والحروف فيها لازم تكون كابيتال في البدايات. تمام، طيب باجي اقول له الايمج URL، الايمج يو ار ال اللي انا هشتغل عليها عنوان الصوره. طبعا ممكن اسحب صوره من هنا كده احطها هنا، هيديني اليو ار ال كامل. انا مش محتاج اليو ار ال كامل، انا محتاج هشيل كل الكلام ده واجي هنا واحط سلاش تلده، كده معناه تعالى بس نصغر ثواني، كده معناه ان انا بقول له جوه الابليكيشن بتاعي هتلاقي فولدر اسمه ايمج، هتجيب الصوره اللي اسمها ايكون 10 دوت جي اي اف. طيب تعالى ننزل تحت كده، طبعا في معظم الحالات بتستخدم صور الجي اي اف لانها فيها يعني ذاتيه الحركه شويه او بتتحرك لوحدها. الويتس هيكون مثلا 100 100 بكسل يعني، والهايد يكون 100 هو كمان،
تمام. وبعد كده النافيجيشن، يو ار ال، النافيجيشن يو ار ال بتاعي او نافيجيتد، يعني نافيجيتد، نافيجيتد يو ار ال، يعني هروح لصفحه ايه، فهقول له هنا احنا هنخش على اتش تي تي بي نقطتين فوق بعض دبل سلاش دبليو 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 دوت جوجل مثلا دوت كوم، او اليو ار ال بتاع الاعلان. طب لو انا عملت فوكس على الاعلان نفسه ممكن اشتغل بايه؟ الالترنيتد، الالترنيتد بتاعي يكون التكست بتاعه يكون مثلا جو تو جوجل، تمام. طيب ده الاعلان الاولاني، انا محتاج اعلان تاني، باخد كوبي من كل اللي انا عملته ده، التغيير بس هيكون للصورة التانية، تمام. تعالى هنا نقفل الصورة ديت، هي الرقم بتاعها ايكون 11 بس كده خلاص، وبنفس الابعاد، بس بدل ما اروح لجوجل هروح ل دوت بينج، وهنا هقول له جو تو بينج، تمام. يبقى دول الاعلانين بتوعي. طب هربط الكلام ده ازاي؟ تعالى نقفل بقى الكلام ده كله، وهبدأ اجي هنا واختار حاجة اسمها داتا سورس، طبعا ممكن اجيبها من الادفايتايزنج فايلز، هو بيحط لي هنا ان انا احدد الادفايتايزنج فايلز، وممكن احددها من خلال الداتا سورس. في الداتا سورس بيطلع لي دايلوج، لما بختار نيو داتا سورس هيبدأ يفتح لي دايلوج ويسألني هي الداتا، الداتا سورس بتاعك داتابيز ولا انتيتي ولا لينك ولا اوبجكت ولا سايت ماب ولا اكس ام ال فايل. بختار من هنا اكس ام ال فايل، بيعمل له هو داتا سيت او الداتا سورس اكس ام ال، ببدأ اقول له اوكي، بيقول لي حدد لي الملف، فبضغط هنا وبختار اسم الملف بتاعي. لو عندي، ترانسفير فايلز بحطه هنا برضو، ده لو هو حاسس ان في اختلاف او عايز يعمل مقارنات او سبسكريبتد، انا بسيبه فاضي كده وبقول له اوكي. خلاص كده اتحط مين؟ الاستاذ ده. طيب ممكن بقى اظبط الويتس والهايت هنا بحيث ان هو يبقى كمان 100، والعرض بتاعه او الارتفاع الهايت يكون برضو 100، بحيث ان انا هنا ده الحجم اللي انا هعرض عليه. تعالى هنا نعمل ران ونشوف نتيجة الابليكيشن بتاعنا. ظهرت الصورة الأولانية، طب نعمل ريفرش، ظهرت الصورة التانية، طب نعمل ريفرش كده. مع كل ريفرش أو مع كل حدث إيه اللي هيحصل؟ طبعا هتقولي طب وأنا هقعد أريفرش الصفحة؟ أنت بتحط الإعلانات ديت على بعض الأشياء اللي ممكن تحتاجها، زي مثلا أنا أحط زرار وتعالى هنا الرن. طبعا هنا دخلت في الايه، في البوست باك، خلي بالك يعني انا لما اضغط هنا كل مره انا بروح فبيلود الصفحه تاني، فبيعرض لي بشكل عشوائي. طبعا في طرق علشان اتحكم في الاشكال العشوائيه دي. طيب انا لو عايز اتحكم في فكره التوقيت او التزامن ممكن اعمله بنسب. بنسب ازاي؟ هنرجع تاني نوقف ونرجع تاني كده للفايل بتاعنا. طبعا انا عايز بس ازود عدد الاعلانات، فهاجي هنا واضغط ونخلي دي رقم مثلا 12، تمام. وديت لو ضغطت عليها هتوديني لياهو، وهنا هكتب جوتو ياهو، تمام. ممكن ازود على ملف ال XML اللي احنا عملناه ده تاج كمان، وهو impressions، والامبريشنز بيحسب عندي نسب، يعني بديله نسبة احتمال الظهور. بمعنى لو انا قلت له هنا 25 وخدت كوبي من الاستاذ وعملت له نسبة 25، وجيت هنا وقلت له نسبة 50، ده معناه ان لو الاعلان الاولاني ظهر مرة الاعلان التاني هيظهر قدامه مرتين، لو الاعلان التاني ظهر مرة الاعلان التالت هيظهر مرتين، فنسبة واحد لاتنين، واحد لاتنين،
تمام. لو انا جيت دلوقتي وعملت ران، تعالى بقى نشوف نتيجة اللي احنا عملناه، احنا زودنا الاعلان، فهنعمل ريفرش بحيث ان احنا نخلص شكل اد روتيتور. هيبدأ هو يقرأ. طبعا احنا هنا رنينا واحنا واقفين على ملف ال XML، لا هرن وانا واقف على ال HTML5. تمام، هبدأ اعمل ريفرش للورقة بتاعتي، فظهر الاعلان الاولاني، الاعلان التاني مرتين، وبعدين الاعلان التالت، وبعدين الاعلان التاني، وبعدين هيرجع الاعلان الاولاني. ملاحظ كده ان العلامة بتاعت شعار مصر بتظهر اكتر علامة في التداول، يعني بتظهر مرتين وبعدين تظهر العلامة بتاع الاسم، بتظهر مرة وبعدين العلامة بتاع الاسم، بتظهر مرة وبعدين العلامة بتاع الستار، العلامة بتاعت امريكا والبرازيل، وبعد كده بتظهر، يعني هي بقى الاستحواذ الاكبر. فدي فكرة الامبريشنز تاجز. وبكده يبقى احنا وضحنا طريقة استخدام الاد روتيت. طبعا زي ما اتفقنا برضو الاد روتيت ممكن اضيفه او اشغله مع داتابيز، بس في الحالة دي لازم أن نكون دخلنا الداتا اكسس، فهنعيد برضو التوبيك عليه واحنا في الاستخدام. ارجو ان انا اكون وضحت لك كنترول اد روتيت. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، وريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف باقي فيديوهاتنا على القناة. يا ريت تشير الفيديو لو عجبك، خليك ايجابي، ما توقفش المعلومة عندك. شوفك خير، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.